هل مصر مهددة باجتياح الذباب الصحراوي لأراضيها؟ الذباب الصحراوي بيعتبر أحد أخطر أنواع الذباب على وجه الأرض، لأنه بيتغذى على الجروح والمواد الغذائية المتعفنة غير الصالحة وكمان التقرحات، وده بيتسبب في نقل الأمراض للمواطنين. في الساعات اللي فاتت انتشرت تقارير إعلامية بتقول إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدأت إنها تحذر المواطنين من خطورة رياح الخمسين وبالأخص من الذباب الصحراوي، وإنه خطير وإزاي نقي نفسنا من خطورته. ومن ساعتها في خوف وهلع بيراود المصريين من الذباب الأصفر، وده بعد الأنباء المعلنة إن مصر على موعد مع موجة حرة وأجواء متقلبة نسبياً بسبب التأثر بأول منخفض خمسيني، وإن اتجاه رياح الخمسين ومصادرها الحرة من الصحراء الغربية كمان هتجيب لنا نشاط لأنواع من الذباب، وهو الذباب الصحراوي، وده بيبقى دايماً موجود في الأماكن الحارة والمشمسة. لكن المفاجأة إن دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية نفت وجود أي ظاهرة بيئية أو جوية خاصة برياح الخمسين، وفي تصريحات خاصة لتليجراف مصر أكدت على عدم وجود أي أفواج من الذباب الصحراوي جاية مصر، وقالت كمان إن في صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حذرت المواطنين من قدوم الذباب الصحراوي، لكن الصفحة دي ملهاش أي علاقة بهيئة الأرصاد الجوية. وقالت كمان رسالة للمواطنين وكل المواقع الإخبارية إنه الصفحة الرسمية الوحيدة هي صفحة هيئة الأرصاد الجوية، وإنها المصدر الأكيد للمعلومات. قالت كمان إن مصر مش هتتأثر بالتقلبات الجوية اللي حصلت في الخليج سواء في الإمارات أو في السعودية، وإن الموجة الحارة اللي في مصر في الوقت الحالي ملهاش أي علاقة برياح الخمسين.